دول قلت انها خططت لهذه الخطوة، ايران، الاردن، امريكا، وذكرت تحديدا الحزب الجمهوري الامريكي. هل تتوقع ان وزير دفاع مثل خالد العبيدي يعتمد او يتفق مع الحزب الجمهوري الامريكي، خاصة وان هذا الحزب قد يفشل بالوصول الى منصب الرئاسة الامريكية في الانتخابات القادمة؟ هل من الممكن ان يستند العبيدي الى امر غير محسوم وغير محتوم حتى الان باتخاذ خطوة جريئة كهذه؟ بالنسبة للفوز الحزب الجمهوري مرجح بنسبة 70، اكثر من 70%. الحزب الديمقراطي اخذ فرصته بدورتين انتخابية اوباما، والشعب الامريكي حمل يعني فشل ما اتم به او العمليات التي تقوم بها داعش او كبر داعش تم في عهد اوباما. لكن غالبية استطلاعات الرأي تشير الى تقدم هيلاري كلينتون على دونالد ترامب. لا هاي استطلاعات الان موجودة لدى يقود الحزب الديمقراطي، اما اكثر من دورة انتخابية الحزب الديمقراطي يفوز بها اعتقد هاي من الصعوبة بها موجود. طيب. ثم الحزب الجمهوري حزب قوي عريق موجود هناك، وهاي هي اسلوب التعامل مع التعامل باسلوبه بالمنطقة، هي تتعامل مع شخص واحد. قضية العبيدي هل هي شلون نقول رسالة الى الشعب العراقي نشوفه اختبار بالون اختبار، هل الشعب العراقي يقبل بقائد عسكري؟ هل يقبل بانقلاب عسكري؟ هل يقبل بحكم العسكر للبلد؟ هذا كانت يعني بالونة الاختبار اختبار اليوم. وفعلا الشعب العراقي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الاعلام اثبت يعني اندفاعه الى خالد العبيدي. في حين خالد العبيدي حتى قبل فترة كان يعني مو ذاك الشخص الوزير القوي المعروف بالعراق، لكنه بعد هذا اللي قام به الان الشعب العراقي مقتنع الاغلبيه الان بها على الاغلبيه وقابل بها. يعني الناس حتى في سبيل العظميه الناس صفقوا له ورادوه، لكنه يعني مو غريب انه في الكاظميه وحتى نادوا علي بن عاكي علي. هذا دليل انه الشعب العراقي متشوق الى حزب الى حكم العسكر الى قائد عسكري قوي كما جرى في مصر. دائما الشعب العراقي نادي يريد سيسي عراقي. العبيدي لعب على هذا الوتر، لكنه ليس هو مو اختار الوقت، لا هناك ايادي اخرى اختارته. من احزابنا ومن كتل السياسيه مالتنا الان نعتبرها عراقيه، احنا كلها نشات وترعرعت وكبرت في دول اخرى بها. احزابنا الشيعيه الحمد لله شكرا كلها في ايران، والاحزاب السنيه في تركيا في حضن الاخوان المسلمين وغيرها بها، وترعاهم امريكا من هنا وتمولهم من هنا السعوديه وقطر. كل احزابك الان موجوده في السلطه، هي قرار ليس قرار عراقي. طيب سيد حسام اسمح لي ان اطرح عليك السؤال الثاني. اخر الاخبار تقول ان اتحاد القوى يفكر باستبدال سليم الجبوري على خلفية الاتهامات التي وجهت له من خالد العبيدي. هل يمكن أن نقول بأن اتحاد القوى قرر الاستغناء عن الجبوري عند هذه المرحلة بالذات، وذلك على ضوء مبدأ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون؟ لا، تحت مبدأ أنه ورقة حرقت سليم الجربوري، ورقة أحرقت مو من هسه من قبل دخول البرلمان، لكنه تمت معالجتها سريعا من تيار خلينا نقول المكون السني كله. أما الآن فالمكون السني لا بيغير دعاة أخرى، معركة الموصل قريبة تحتاج إلى رجال من خلينا نقول من منطقة الموصل بها، سواء كان خالد العبيدي أو أسامة النجيفي، الرجال اللي تملك رجال وسلاح وقوة وميليشيات وغيرها، الآن القوة بيد هؤلاء. وسليم الجربوري بالفترة الماضية ورقة أحرقت. حان الان وقت استبداله، لكنه استبداله بمن؟ من المكون السني حصرا، من اتحاد القوى العراقيه حصرا، ومن الحزب الاسلامي حصرا، ومن الاخوان المسلمين حصرا. نعم. يجب الاختيار واحد منهم ولا بها. اعتقد ورقه محرقه لانه تكلفهم اكثر بقائها باعتبار ما يعني حتى لو ما توثيق ما ادعى عليه بخالد العبيدي. نعم. لكنه يعتبر ورقه محروقه. نعم. ورقه احرقت من قبل حتى من سيد حسام المعملتي المحلل السياسي.